بباقي فقراتنا الصباحية لليوم. وهلأ وصلنا سالي لمحطتنا الرمضانية المتعلقة بالتغذية، ورح نسلط الضوء فيها على عارض صحي أو مشكلة بيعاني منها العديد خلال هالفترة نتيجة تغيير مواعيد الغذاء وطبيعته. أكيد نحكي أكثر عن هالموضوع ومسبباته وطرق تجنب الإمساك. اليوم بصيرنا أنه نرحب بأخصائية التغذية دعاء شعبان، وأكيد نحب نذكر لكل يلي حابب يتواصل معنا فيكم تتواصلوا وتشاركونا ضمن هالفقرة على الرقم الظاهر على الشاشة. صباح الخير دعاء. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. بداية خلينا دعاء نحكي عن الغذاء بشكل عام، قديش الغذاء هو العنصر الأساسي لجسم الإنسان. نحن مثل ما بنعرف أنه الغذاء هو المسير للإنسان مثل باقي الشغلات، خلينا نحكي عن الغذاء بشكل عام. هلأ مثل ما بنعرف أهمية الغذاء بشكل عام هي كتير كبيرة، كيف إذا كانت رمضان بهيك أجواء حارة بتناول وجبات قليلة عم يكون عددها قليل، مشان هيك يعني بنحكي اليوم أهمية الغذاء الصحي قديش مهم من ناحية الإنسان بياخذ غذاء صحي من ناحية الفيتامينات، المعادن قديش إذا أخذ هذا الغذاء قديش بيحسن من حالته الصحية. هلأ موضوع الغذاء دائما هو موضوع وقائي أكثر من إنه علاجي، يعني نحن وقت ناكل أغذية صحية كثير عم نقي حالنا من الأمراض. حتى هلأ كثير الدراسات بنلاحظ إن كان سرطانات ولا أمراض القولون ولا الإمساك ولا أي أمراض ثانية ولا السكري كلها متعلقة بالغذاء، حتى البدانة صارت كلياتها متعلقة بالغذاء، وبالآخر هي عم تسبب لنا هي كلياتها أمراض. لذلك الغذاء الصحي كثير مهم لأجسامنا، كثير مهم ليقينا الأمراض، حتى أنصبنا أمراض كتير مهم ليحمينا أو بيساعدنا على العلاج، وأكثر بيساعد يعني الدواء كمان. دعاء خلال شهر رمضان المبارك وفترة الصوم كتير أشخاص بيعانوا من موضوع الإمساك، خبرينا ليش بيزداد بصيام رمضان؟ فعلا أريج هذا الموضوع كتير شائع خلال فترة رمضان، يعني كتير الأشخاص بيسألوني الناس بيجوا لعندي إن إحنا عم نعاني من الإمساك ما كنا عم نعاني منه قبل فترة رمضان. هلا هذا الشيء بيرجع لتغيير أوقات الطعام، الجهاز الهضمي بيكون ما له متعود، بيرجع لقلة السوائل، بيرجع لنوعية الغذاء اللي عم تناوله إذا كان خاطئ، بيرجع كمان الأشخاص اللي عندهم أحيان فقر حديد بيركزوا كمان بياخذوا أدوية الحديد خلال شهر رمضان، كمان دواء الحديد بيعمل الإمساك، يعني عدة عوامل بسبب الإمساك خلال شهر رمضان. يعني نحن هلا نحكي شوي بنساعدهم كيف يتخلصوا منه ان شاء الله بالموضوع التغذية اكثر. دعاء هلا بشهر رمضان المبارك بنلاقي ببدايته خاصة الانتقال من فترة انه كان الشخص بياكل ثلاث وجبات، هلا صار رح يمد فترة طويلة ويكون على وجبة الافطار، شو الأغذية اللي لازم تتواجد على سفرة رمضان وكيف الكميات اللي لازم ياكلوها حتى ما يصير مثلا خلينا نقول امساك او مثل ما حتى احيانا الواحد تماما يعني في مشاكل ممكن طبعا. نحكي عنه هلا اكثر شيء هي مشاكل الجهاز الهضمي. هلا في نقطه ذكرتيها انه نحن من قبل بناكل ثلاث وجبات يعني قبل الايام العاديه، هلا هو المفروض نحن بالايام العاديه ناكل خمس او ست وجبات، هلا بحكي عليهم كيف، وبرمضان وصل لثلاث لاربع وجبات. هلا لما احكي ثلاث او اربع وجبات طبعا ما عم احكي وجبات رئيسيه بيكونوا بيعادوا وجبه الافطار، يعني احنا المفروض يكون عندنا وجبه الافطار يكون عندنا وجبتين بيناتهم وبالاخير وجبه السحور، نصل لاربع وجبات حتى ما نعاني بالإمساك. يعني إحنا خلال رمضان لازم كتير نهتم بموضوع الألياف ندخلها لأجسامنا عن طريق الوجبات الخفيفة اللي عم تكون بين الفطار والسحور، كمان ننتبه لموضوع السلطات حتى ندخل الألياف، لازم ننتبه لموضوع الخبز اللي عم نتناوله. نحن دائما أخصائيين التغذية بيركزوا على موضوع الخبز الأسمر، يعني عم نلاحظ من كذا حلقات قديش له فوائد عديدة، غير مشان ضبط الوزن، غير مشان ضبط موضوع السكري، كمان كتير مهم خاصة للنخالة، كتير مهم لموضوع المحافظة على حركة بتلين المعدة. تمام، بتلين المعدة خاصة للنخالة غير الأسمر، الخالة بيكون القمح كامل أكثر من الخبز الأسمر مشان يفرقوا الناس بيناتهم. هذا كتير مهم لموضوع الإمساك وحتى نحن ما نعاني منه. موضوع نحن ناخذ وجبات بين الفطور والسحور، ندخل الفواكه، ندخل الخضار، ندخل الفواكه المجففة كتير بتساعدنا. وما ننسى كمان أكيد موضوع المياه اللي كتير العالم بيتناسوه خلال شهر رمضان أو بينسوه، أو مثلا بيقولوا حقا أنا عم بشرب مشروبات، عم بشرب قهوة وشاي، كمان بدي نبه لهالموضوع إنه القهوة والشاي تعملنا إمساك، بقى هي ما فيهم يحسبوها حساب السوائل، أنا عم بشرب سوائل، انا عم يعني هذا منيح موضوع الامساك عندي. القهوه والشاي غنيه كثير عاليه بالكافيين، مثل ما بنعرف الكافيين بسبب امساك، مشان هيك السوائل المي لحال وموضوع السوائل الثانيه يمكن نحن عم نشرب عصائر او مشروبات او حتى شربات، هذا شيء ثاني ما له علاقه بالمي، يعني هي كل شيء له حساباته. اكيد نرجع بدنا نذكر مشاهدينا اذا حدا عنده اي استفسار عن هالموضوع حابب يتواصل معك فيهم يتصلوا على الرقم الظاهر على الشاشه. دعاء انت بتفضلي كاخصائيه تغذيه انه يتم تهيئه الجسم قبل شهر رمضان المبارك للدخول بفترة الصيام لحتى ما يصير معنا مشاكل عدة ومنها الإمساك؟ هلا أفضل هذا الشيء، كمان أريج كمان بحب
اكثر شيء نبه على موضوع التغذيه خلال شهر رمضان. يعني نحن ان نهيئ حالنا بشكل صح دائما خلال شهر رمضان نحن ناكل الاغذيه الصح. يعني لو هلا بدي حابه احكي شوي اكثر عن الاغذيه اللي بتقينا من هذا موضوع الامساك، حابه احكي عن شو لازم يكون موجود على سفره الافطار لحتى نحن ما نعاني من موضوع الامساك. يعني دائما نحن مثل ما بنعرف سفره الافطار بيكون عليها المقالي، بيكون عليها المعجنات، السمبوسك. هلا ما في مانع من هذا الشيء. اليوم ما راح احكي عن البدانه وعن الامراض، بس بدي احكي عن شوية نصائح صحية لأشخاص وزنهم طبيعي بس عم يعانوا من الإمساك. ما في مشكلة إن نحن يكون عنا قطايف أو يكون عنا سمبوسك على وجبة الفطور، كبة مقلية أو شوية مقالي، بس ما تكون بشكل دائم، وما تكون كمان هي الشيء الرئيسي. تمام. نحن دائما لازم نهيئ معدتنا بشوربات، لازم نهيئ معدتنا بالتمر يلي كتير مهم للناس اللي عم يعانوا من موضوع الإمساك. كمان السلطات كمان هي كتير شغلة أساسية ومهمة. وهلا الدهون اللي عم يعمل امساك، موضوع الدهون اساسي. هلا كثير بسمع كمان شائعات اللي عامه ناس بيقولوا كله دهنه بتقوم بيخف عنكم الامساك. طبعا مو اي دهنه، مروح انا اكل كمان دهنه الخروف او اكل سمنه عربي او اكل سمنه بيروح عندي الامساك. طبعا مو هي الدهنه نحن بنقصدها، نحن بنقصد الدهون الصحيه. يعني نحن يوم ناكل صحن سلطه نحط عليه شويه زيت زيتون، كترهم شوي مشان موضوع الامساك كثير ممتاز. حتى ممكن نرش عليه شويه جوز، يعني بغني بالاوميجا 3، والجوز كمان نحن نعتبره من الدهنيات وغني بالالياف. يعني اذا عملنا صحن سلطه شويه عليه زي ممتاز موضوع تسهيل حركه الامعاء بيعطينا ليون لامعائنا، وبالمقابل كمان في زيوت الاوميجا 3 وزيت الزيتون كمان بيساعدنا على يعني بيخلصنا تفريغ المعده بيكون افضل. في نقطه كمان قبل ما انساها بدي احكي عنها، خلال شهر رمضان او اوقات العاديه العالم بيعملوها بتقوم بصير عندهم امساك، هي انه بيأجلوا دخول الحمام. يعني لو هيك بدي اطلع شوي عن الموضوع الصفر، هلا برجع له. هذا كثير موضوع مهم. في ناس لو هن مضطرين يفوتوا على الحمام ممكن موضوع احراج او يصحوا. طبعا هذا الشيء لازم ما نحرج منه، لانه هذا الموضوع لقدام ممكن يسبب لنا سرطانات بالقولون. لذلك نحن موضوع من نفوت على الحمام ما يعني نفوت ما نحرج حالنا او ما نقول لا هلا بعدين او ناجل حالنا للمساء، لانه هذا كلياته الفضلات عم ترجع على الامعاء الغليظه، عم ينسحب منها السوائل البراز لحتى يخرج عن طريق الامعاء. لازم يكون في نسبه من السوائل معينه، لما عم يرجع عم ينسحب منه السوائل عم يصير عندنا صعوبه باخراج البراز. مشان هيك بتلاقي الاشخاص صار عندهم امساك، صار عندهم انتفاخ بالبطن، صار عندهم غازات وصعوبه باخراج البراز. انتبهوا لهالموضوع كثير مهم. تمام دعاء، احيانا عم نشوف وجبه الافطار لو كانت السفره متنوعه في اشخاص بيمارسوا عادات سيئه، يعني ممكن ما يبلش بالفتوش او السلطه، ما يبلش بالتمر، ممكن دغري يبلش بالوجبه الاساسيه اللي محطوطه سواء كانت رز الدسمه. يعني هذا الشيء قديش بشكل، يعني هي عاده سيئه بتشكل خطوره على امعائه وعلى معدته. تمام. حتى ممكن غير يبلشوا هيك، ممكن يبلشوا بالعصائر بعدين مثل ما عم تحكي الوجبه الدسمه. ممكن عصائر كثير تكون عاليه بالسكريات، العصائر اللي فيها ملونات ما لها طبيعيه، بعدين ببلشوا بالوجبه الدسمه. هي كلها بتعملنا عسر هضم، بتعملنا كمان امساك. هي السكريات الموجوده، الدهون العاليه والسكريات كثير لها سبب بحدوث الامساك، خاصه الدهون والبروتينات كمان اذا كانت من مصدر حيواني او مصدر. يمكن معنا اتصال دعاء. هلا فصل الاتصال بنرجع بناخذ مره ثانيه. كمان مصادر البروتينات مصادر حيوانيه للاشخاص اللي عم يعانوا امساك كثير كثير كمان بتخليهم صعوبه باخراج البراز. عشان هيك انتبهوا لها. نحن دائما ناخذ البروتينات من البقوليات افضل للاشخاص اللي عانوا موضوع الامساك. نحن اذا اخذنا الفول، اخذنا البازاليا، اخذنا العدس، هي كلياتها كثير مهمه. ممكن نحن شوربات نعمل شوربه عدس كثير مهمه لموضوع الامساك. يعني اذا الصائم شرب كاسه مي، كمان التمر، الفواكه المجففه ممتازه موضوع الامساك. بلش بتمره او ثلاث تمرات السنة النبوية، بعدين ممكن راح صلى هيئ معدته، بعدين بلش بشوربة عدس كثير مهمة لموضوع حركة الأمعاء، بعدين ممكن يدخل بالوجبة اللي هو لازم ياخذها. دائما نحن لو بدنا ناكل وجبات مثلا اللي تكون عالية بالدسم، عالية بروتين، عالية بالدهنيات أو السكريات، نحن فيها ناخذ نهيئ أجسامنا موضوع السلطات، بعدين ندخل بهي الوجبات. طبعا هون ما عم نحكي موضوع نحافة وبدانة وإلى آخره، عم نحكي للأشخاص الأصحاء اللي وزنهم طبيعي بس عندهم مشكلة الإمساك على شو يركزوا أكثر. كمان دعاء في نقطة كثير مهمة حكيتي عنا، انه الاشخاص مو بس انه يتناولوا اشياء بتتعلق بالليونه الهضميه، لكن لازم كمان انه يتناولوا مشروبات كمان تساعدهم على المحافظه على جسمهم وما ينصابوا بالامساك. نحن بس رح ناخذ اتصال معنا. الو صباح الخير. الو صباح النور. هلا. يا هلا، مين معنا؟ معك نبيها حسن. يا اهلا وسهلا فيكي، شو سؤالك اليوم لدكتورتنا دعاء؟
بس ممكن توطي صوت التلفزيون عندك وترفعي شوي صوتك لتسمع دعاء سؤالك. تفضلي كأنه الصوت ما كتير واضح أو ممكن لأنه التلفزيون عم ينعاد. تمام، نتمنى أنه ترجع تتصل فينا مرة تانية. بس بتخيل سؤالها كمان بتعلق الإمساك، بس أكيد فيك ترجع تتواصلي معنا لحتى دعاء تجاوبك على سؤالك. دعاء، المشروبات شو لازم نتناول أكيد لحتى بنفس الوقت ما نحس بالتخمة، ما نحس بعصر بالهضم، وبنفس الوقت ما يصير في إمساك عند الصائم؟ هلأ ممكن المشروبات إن كان عصفة رمضانية، عصير البردقان، المشروبات كتير ممتازة ليخلصنا من موضوع الإمساك. بس دائما نفضل ما ياخذوا العصير يعني المي تبع البردقان، دائما نفضل على الخلاط عشان نحن ناخذ الالياف تبعه لحتى نستفاد. هلا في حال نحن خلصنا سفره الافطار وحابين نشرب مشروب ساخن بعد الفطور، مثل ما بنعرف نحن متعودين على الشاي بعد ما بنخلص ان كان غدا ولا اي وجبات رئيسيه، متعودين كاسه الشاي موجوده. اللي بيعانوا من حالات امساك طبعا هذا خطا كثير كبير وحيسبب لهم يعني زياده امساك، عشان هيك نحن يمكن ممكن يمكن دعاء بعتذر، يمكن في اتصال صار جاهز معنا. الو، تفضلي. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، تفضلي، شو سؤالك؟ سؤالي من شامل انه العصير. انه عندي اولادي بيجوا يتناولوا بشكل كثير كبير قبل الاكل، بقى شو بيسبب لهم؟ وانا على طول معي نفخه، بقى بشرب عصير كاسه ليمون مع الكمون، منيح هذا مشان النفخه؟ ومن شو عم تصير معي هالنفخه على طول؟ انا يعني عم بسمعها وعم بتشكرها كثير من دون ما احكي مع اللي عم تفيدنا يعني. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، تفضلي. تفضلي دعاء، شو بتحبي تجاوبيها؟ هلا حكيت اول شيء عن الاطفال انه بشربوا كثير عصائر، شو اضرارها؟ هلا بفضل تعملون عصائر طبيعيه حتى ما يكون لهم عليها اضرار، اذا كنت عم تجيبيها من الخارج لها ملونات طبعا لها اضرار على موضوع كاطفال على صحه الاسنان تمام، على صحة جسمهم، ممكن تعمل كمان زيادة وزن خلال شهر رمضان ويتعودوا عليها لقدام، ممكن تعب البدانة. لذلك إذا لو شربوا عصير إذا كان صحي وأنت عملتيه بإيدك ما في عنا أي مشكلة فيه. مثل ما ذكرت إن كان عصائر يكون مضروب على الخلاط كمان أفضل لصحة أمعائهم مشان الألياف. هلا موضوع النفخة عندك هي أغلب كمان بتصير عند الناس كتير. هلا إذا كان ما عندك قولون عصبي أو هي بتعاني مشاكل قولون، لأنه ممكن في ناس يكون عندهم نفخة مشاكل قولون ومو دريانين فيها، بيكون من تدخيل الاكل مثل ما ذكرنا انه كل الوجبات عم تكون كلها ورا بعضها. هلا بنصحك بشكل عام او نصيحه سريعه تاخذ هي بعد كل وجبه، كمان للناس اللي عندهم امساك ممكن تشرب كاسه بابونج بعد الفطور، كثير مهمه لموضوع الامساك. ممكن نحن نشرب كمون وليمون مثل ما ذكرت عم تقول لموضوع النفخه كمان كثير منيح، بس نحن ما نكتر الحمض لانه اذا كانت بتعاني من موضوع القولون العصبي حيضرها بزياده. ممكن نحن نشرب حلبه كمان من المشروبات كثير مهمه اللي بتعالج لنا الامساك، مثل ما ذكرت البابونج، الكمون، وكمان الزنجبيل كمان بيساعدنا بتخلص الامساك. هي مشروبات ممكن نحن نتناولها بعد وجبه الافطار او بين الفطور والسحور، بتساعدنا موضوع الامساك. كمان معنا اتصال من حما لارا. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي، شو بتحبي تسالي دعاء؟ صباح الخير دكتوره. صباح النور، اهلا وسهلا. دكتوره بس بدي اسال حضرتك، هلا بيقولوا انه نصيحه انه نحن ناكل على السحور حلو لانه بيعطينا طاقه لكل ايام يعني لكفايه النهار بالصيام، قديش هي المعلومه صح وقديش لازم نعتمد الحلو فتره السحور؟ طبعا هلا هي المعلومه صح انه حلو، بس مو الحلو القطايف والبقلاوه والاكلات الدسمه، الحلو المقصود فيه نحن الحلو الطبيعي، يعني مثلا ممكن مثل التمر كثير من الفواكه المهمه والممتازه تعطينا هي الطاقه وتعودنا، لانه هي بترفع سكر الدم، عشان هيك نحن بناخذ الطاقه اللازمه لنكفي يومنا. بس اما ناكل الحلويات اللي بتكون عباره عن شوكولا او مثلا شيء مصنع بالخارج طبعا لا، نحن ممكن نبدا اللي على الافطار تمر او اي نوع الفواكه المجففه، هي خيار كثير ممتاز الحلو اللي انت عم تذكريه. هي معلومه صح بتعتمد على نوع الغذاء نحن عم نفوته مثل ما قلت. هلا بدي ارجع موضوع الامساك، هلا بدي ارجع للوجبات اللي بينات الفطور والسحور. هلا نازل نحن التوت الشامي، الخوخ، الكرز، هدول ثلاث فواكه كثير ممتازه لعلاج الامساك، يعني اذا اعتمدهم الصائم او اي شخص كمان قدام بعد شهر رمضان الكريم بعين الامساك كثير ممتازين. نحن ممكن ناخذ الخوخ، نحن ناخذ الكرز، او ممكن ناخذ التوت شامي تمام. هدول اكثر لا بيساعدونا بموضوع الامساك طيبين كمان. وطيبين المشمش لا مثل ما ذكرت، ممكن ناخذ لا القمر الدين، لان قمر الدين هي القمر الدين يعني كثير مشهور برمضان تمام. ممكن نحن نحله بمي نحن نشربه كثير ممتاز موضوع الامساك، او ممكن ناخذه مثل ما هو يعني بدون ما نحل بالمي. هلا بدي احكي موضوع كمان الالياف، في عندنا الياف زوابه وغير زوابه، هي كمان الناس بيسالوني عليها، اجاني اسئله كثير عليها، بدي اذكرها هلا موضوع الالياف انه
شو بيفرق بيناتهم او انه انا اخذ ذوابه ولا غير ذوابه المي؟ الياف الذوابه هي تكون موجوده بالخضار والفواكه، هي نحن بنسميها الياف الذوابه المياه، اما يكون غير ذوابه تكون موجوده بالخبز الاسمر، بالشوفان، بتكون موجوده بمنتجات القمح والبقوليات اكثر. طبعا البقوليات، الفول، العدس، البازاليا، الفاصوليا، هي كلياتها مهمه. ما نحن ممكن ندخل الياف الذوابه والغير الذوابه نظامنا الغذائي، هيك بنخلي حركه الامعاء افضل، بنخفف عسل الهضم عم يصير عنا، وبالتالي كمان بنخلي تفريغ البراز عم يصير عنا اسهل للي عم يعاني من الامساك. دعاء، برايك التنوع بالطعام هو مهم كثير، قديش كمان شو في شغلات تانية بتساعد الجسم انه ما يعاني من هيدي الحاله اللي هي الامساك، غير انه يحافظ على طعمه؟ ممكن مثلا ياخذ شيء معين اذا كان في عنده حاله مرضيه احيانا. تمام. الامساك بيكون ناتج عن حاله مرضيه غير الاكل والغذاء. تمام. هلا ان كان في حاله مرضيه ناتج عنا هون اكيد بده يكون علاج دوائي. هلا ممكن يكون ناتج يكون عنا نحن حركه الامعاء اصلا عندها خمول، يعني هلا امتى نحن نقول على الشخص مصاب بالامساك؟ مو اي شخص مثلا، لا، اغلب الناس او التعريفات الطبيه العلميه بيقولوا مثلا ان 3 ايام ما دخل على الحمام هذا مصاب بالامساك. تمام. هلا في ناس عندها حركه الامعاء بتفوت 3 او 4 مرات باليوم على 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 انه على الحمام. هلا اذا سافت مره واحده، هلا هون بصير عندنا نحن بده يحذر، وهو ما تعم بصير عندنا خمول بحركه الامعاء، ممكن هي تكون مصابه عند قابلية الإصابة بالإمساك. ينتبهوا لهذا الموضوع، مو أي شخص. في ناس لا، كل يومين ثلاثة تفوت على الحمام بيكون وضعهم طبيعي على حسب حركة الأمعاء. هلأ مثل ما ذكرتي، في حال وجود حالة مرضية هم نحن بالمقابل مع الدواء بده يكون علاج دوائي عند الطبيب المختص. يعني نحن ممكن يكون شخص بيعاني من بواسير، بيكون عنده مثلا فتحة الشرج، عنده شقوق فيها، هي كلياتها نحن هم نروح عند الطبيب المختص لحتى يساعدنا نحن كأخصائيين تغذية مشان يكون العلاج دوائي وغذائي مع بعض. أكيد. أو ممكن يكون صاير عنده أمراض بالكولون أو سرطانات بالكولون، هي كلياتها بتأدي للإمساك. أو ممكن حالات نفسية، مو شرط ممكن دوائية، يعني ممكن تشنجات، ممكن شخص عنده اكتئاب أو معصب أو حالة نفسية، كمان لازم يخفف من الستريس تبعه، يخفف يعني يروق قدر المستطاع، مع أنه يعني هيك يحاول يروق خاصة خلال شهر رمضان بيمشي الحال، طبعا بالإضافة للغذاء اللي هلأ نحن ذكرنا. كمان معنا اتصال. ألو، صباح الخير. ألو، صباح النور. يا أهلا وسهلا، تفضلي. شو سؤالك اليوم للدكتورة؟ بالمشروب اللي هو عشر او سينماكي، بعد يعني منصوح فيه انه يشربه بين فترة وفترة. شكرا لك، تفضلي دعاء. هلا السلمكي من الاعشاب بتعاني الامساك، يعني السلمكي من الاعشاب الشعبيه المشهوره لعلاج الامساك. هلا انا ما بنصح فيه تناوله اذا ما كنتي انت بتعاني الامساك يعني بالاكثار منه. اما في حال وجود امساك، ما في مانع من شرب كاسه كاسين بالنهار، بيساعدنا على الخروج. اما نحن نشرب منه كمان كثير، كمان كثره الملينات واخذ مثل مشروبات السلمكي او اخذ الجليسرين اللي بتساعد على خروج الامعاء، هي كمان كثرتها كمان بالمقابل بتعمل لنا امساك. أكيد. يعني زايد كمان منه بالاخير بسبب الامساك. تمام. بقى ما السلمكي هي من الاعشاب الممتازه لعلاج الامساك، بس ما نكثر منها في الحالات طبيعية، اذا ما كنت بعاني الامساك، مشان بالاخير ما يصير انا عندي امساك، بصير عندنا كسب الامعاء، امعائنا ما عاد فيها تخرج بدون مساعدات، لذلك نحن الاعتدال افضل شيء. يعني دائما مواضيع بتهم الصائم برمضان عم تخبرينا عنها دعاء. اليوم بدنا نشكر كثير على الموضوع اللي طرحت لنا اياه وعلى المعلومات اللي قدمت لنا اياها. الشكر الاكبر لكم الاخباريه السوريه اللي هيك عم تخلي الناس خاصه الصائمين برمضان ينتبهوا لموضوع غذائهم، وان شاء الله اكون عم يعني هيك قدر وصل معلومات مفيده ويقدروا يتبعوها الناس قدر المستطاع. اكيد دعاء، نحن نتشكرك طبعا على هيدي المعلومات اللي قدمتيها. طبعا مثل ما شفنا كان في اتصالات كثير حول هذا الموضوع اللي هو كثير مهم. ان شاء الله يا رب بينعاد عليكي ورمضان كريم. بينعاد عليكم يا رب. شكرا. رمضان دعاء. كريم. هلا ريج رح نروح ل